كيفكم جماعتي؟ كثير تعبت انط عامل لايك انا نطيت عشان الحلقة. اليوم طبعا هذا الفيديو حيكون مقسوم قسمين، القسم الاول حنحكي عن كيف نورستار جابت ام ابو العيد على تيك توك، كثير غبي اللي قاعد يصير، والجزء الثاني حنحكي عن مقالب اللي على اليوتيوب. اوكي تيك توك، كثير حكيت على تيك توك هذا الاسبوع. اللي صار انه في واحد اسمه حتان هتان، اول مره اشوفه حياتي، بس هو ما شاء الله مشهور يا ربنا الله، عنده 2 مليون. راح اشوف الصور في انستغرام اسوي لايك. الشاب هذا يا جماعه ربنا اعطاه خاصيات معينه، اوكي؟ اول شيء الشوارب، دام الشوارب. الله. الله عليك يا مان، شوارب بوقف عليها صقر يا جماعه، ومش قصدي عن صقر الحيوان، قصدي عن صقر هذاك اليوتيوبر، بوقف عليه. تافه، انا تافه. بس لا، من الخاصيات مثلا انه توافق الحواجب مع الشوارب، عاملين هيك مثلث، اشي قوي. في اشي كثير جذاب اسمه طيس الوجه، هو عنده طيس على وجهه يا جماعه، والله هذا اشي كثير جذاب، انا عندي شوي بس مو كثير، هو عندي كثير قوي، فزلمه هذا جذاب، وكانوا نزل تيك توك زي هيك. انا ومين؟ انا وبيبا. مره حلو انا ايش بي. بس هيك، بس هيك تيك توك غباء، مين عجب التيك توك هاي؟ نور ستارز. شوف شو نزل. راح اشوف الصور في انستغرام اسوي لايك. بس لايك؟ لايك؟ فولو؟ تعليق؟ اشتراك؟ الله والله يا نور ستارز صراحة ما بلومك، أنا أول ما أشوف وجهها هالقد حلوة. على بنت طبعا مش على شب، أنا الشباب لا، وجههم ماليش دخل. أول مرة بحياتي خق على واحد بالتيك توك أخويا. شكلها ما دخلت على التيك توك تبعي. حب أخوي بس يعني ما في إشي زي هيك؟ ما في، هذا حكي فاضي. نوب، ما في حد بيكرش احد كاخ كمبدا اصلا. شو ما احلاكي بنت، صراحه كرشت عليك كاخت. هذا الاشي غير منطقي بنت، انت كرشتي على الولد بعدين حبيت ترجعي كرشت عليك كاخوي. اخويا شو نور استاذ اي اي كاخ. شخصيته تجنن يا اخي. والله صراحه جد شخصيته تجنن، من احلى الشخصيات. شو الشخصيه مال مالك؟ شو هذا؟ لا 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 اقعد بلد. اخويا I love you, you love me too, we don't love each other. No, bye. What else update? Talk S شو؟ Yes talk, no talk, tomorrow, yesterday. We don't love each other. No, bye. Penguin, you know, giraffe. البوسة كانت بوسة اخوية. لا 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 اقعد بلد. اخويا اخوية عشان يقال استغفر الله بعدين. لا 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 اقعد بلد عشان اخويه. ابو الحتحيت هون حتان، ابو الشوارب اللي بوقف عليها صقر برضه صقر. المهم حتان نفسه رد على هاي، عمل دويت. شوفوا رده. شوف الصور في انستغرام اسوي لايك. بس لايك؟ لايك فولو تعليق؟ اقسم بالله انه بلمعها، والله انا متاكد انه بلمعها، مستحيل يكون في شيء لقد حلو. اول مره بحياتي خق على واحد بالتيك توك اخويا، يعني اخويا. او ماي جاد. لا 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 اقعد بلد. اخويا I love you, you love me too, we don't love. صح يا جماعة، ما شاء الله روميو وجولييت، مبسوط لكم. صح كثير غريب الاشي اللي صار، حتى هو زلمة هاد قاعد يضحك زي المجنون، مش عارف شو يعمل، ما في ردة فعل. بس نور ستارز عنياتها اتوقع هي بتعمل اي شيء هيك. تخيل نور ستارز كانت قاعدة زي هيك شافت. اوه شو هاد؟ اوه شوارب بوقف عليها صغر. اوه طيب وجه. صور تيك توك وما قدرت اقاوم، بتصير معي كثير بنات بصير معهم هيك بسببي. اوكي يا جماعه خلص اول موضوع، الموضوع الثاني يا جماعه المقالب. اوكي جايز، فبناين الاخت هاي عملت 3 مقالب في اسبوع واحد، البنت فجاه زي هيك صحيت قالت برو مقالب اسوي مقالب خلص اسهال مقالب. فنزلت اول فيديو تضاربنا قدام بيسان، بعدين خربت ملابس نور، بعدين طلب من نور الزواج. اليوم حاحضركم هذول 3 فيديوهات، بس احكي لكم شغله كثير بيض. ام سوري بناين، انت مش بيض، فيديوهاتك بيض، هيك احسن، في فرق. اول شيء يا جماعه في افكت معين حاب احكي عنه بيعملوه اليوتيوبرز في صور العرض، اللي هو هاد، ونفس الشيء معمول هون هناك. هاي لما يتصوروا صوره بعدين يقرروا بعدين انه الفيديو حزين، فبدهم يبينوا انهم زعلانين في الفيديو، فبروحوا بالفوتوشوب بيخلي عيونهم حمر. البنت هاي بتعمله كثير هذا الاشي. اوكي قاعد بنزل في قناتها وطلعت بس عمليته مرتين. كثير بتعمله. المهم الفكره بس حاب احكي لا تعملوا هيك يا يوتيوبرز، تعملوش ام هالافكت، شكلك ما بيطلع زعلان لما تكون انت هيك عامل عيونك حمر. انت مش زعلان، شكلك كانه متعاطي. والله عيونه حمر هيك.
وتعاطي. طلعوا كيف هاي الصورة نور ستاز وهاي أختها طلعوا عينهم حمر. مين قال لكم على الإفكت غلط؟ خلينا نحضر هذا الفيديو. ما قلها في بيسان. أنا بدي طلع كل العصبية اللي بحياتي مخبيتها بهذا الفيديو. فاضي شوية نشرب قهوة حتى بعيدة خلني أعرف تقديدة وحساب الضحكة علي. فاضي شوية نشرب قهوة. أنا ونور ستارز عندنا يا جماعة جينات صوت العذب، نفس الجينات اللي عندهم إياها هذول المغنيين العظماء زي مثلا تامر حسني وعمرو دياب وغيث مروان. معنا صقر، بس صقر ما فينا ندخله بالفريم لأنه انت لاحظتوا شغلة؟ أول شيء صقر أنا من معجبينك. اللي ما بيعرف صقر يا جماعة هو من الفنانين العظماء اللي مثلوا في برنامج الأصدقاء. بتعرفوا الموضوع احضروا هذا الفيديو. مسلسل الأصدقاء أعظم عمل فني وجد في التاريخ. المهم شوفوا ما فينا ندخله بالفريم لأنه لما حكيت صقر ما بدنا ندخله بالفريم كأنه زلمة تف كأنه عمل هيك. لا صقر ما بدنا ندخله عليك بدك تدخليني غصب عنك. بنين لقيمة شوي. لا انا صقر انا لقيمه. بيسان قاعد بتوكل بزر. بيسان قاعد بتوكل. اوكي فهذول البنتين بدهم يعملوا مقلب في البنت هاي ومقلب جدا بضيم. بدنا نشوف هل بيسان حتترك البزر عشانهم ولا حضل مركزه على البزر. يلا صقر روح جيب لنا اكل. صقر روح جيب اكل. يلا صقر 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 معلم. لا ما خليهم يحكوا معك زيك. طف عليهم. يلا واحد صارت تقول صقر كثير لدرجة ان اسم صقر صار يرفع الضغط. تركيز الفيديو صقر تمام. الكل قاعد بتزنح على صقر. طلع شو بيسان قاعد تحكي. عندنا كاسة فاضية. في عندك كاسة فاضية. عندنا كاسة فاضية. بدها تحط قشر البزر مكان وين تحط كاسة فاضية. لا نور انت بس انا لما بصور يعني انا باخذ الفكرة والله بلا انا قومي صوري. لحظة لا لا هم قاعدين بتطاوش. لا نور انت بس انا لما بصور يعني انا باخذ الفكرة والله بلا انا قومي صوري. لحظة لا لا وبيسان Create a quiet, safe place for yourself. بيسان يا جماعة. قبل ما نطلع لهذا الفيديو نور كانت بالمطبخ عم بتجيب عصير. لما اللي كانت عم تشرب. مهم يا جماعة بغض النظر المقلب بيض يعني فاهمين انتو كيف؟ بس هي طيارة. لا 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 شو ما بشحنها ما ما بشحنها. لسه بتاكل بزر. المقلب فكرته انه يخوفوا بيسان ويرعبوها وتتوتر انه قاعدين بيتخانقوا وهي قاعده بتفصفص. هي عم نصور استنى كلمه بتفصفص استنى شوي لازم نحكي عن الموضوع. كلمه بتفصفص تحمل معنيين. ممكن تكون بتفصفص البزر انه ممكن تكون بتفصفص. اي واحده فيهم قاعده تعمل بيسان؟ والله انا ذكي كثير برو. انا هنكذب الفيديو اساسا. خلاص ما صار شيء. يلا خلص بليز شو خلص يلا انتي. طب يلا شوف. فيديو ممل. الفيديو ممل. الفيديو ممل ممل. المشكله عليه 2.2 مليون. ولع الفيديو ولع يا جماعه فاهم. الناس جنوا على الفيديو. هو مش حلو مش حلو يعني ومش لهي الدرجه مقلب قوي انه اخوات انه ساعه تنتهي بالليل. خليك شغلة إخوات بتخانقوا هاد مش مقلب. إخوات بتخانقوا دايما على أشياء تافهة. حتى بيسان لما حكوا لها مقلب ما صدمت كثير. طلعوا طلع فاهمين ردة فعلها إنه يخرب بيتكم يخرب بيتكم ما أتفهكم. بيسان استفادكم مان. بيسان اللي على تيك توك. فيديو يعني فيديو مش عارف ليش موجود. مهم بنين بعد هذا الفيديو الفيديو ضرب معها. قالت لك بس مان المقالب حياتي خالص. بعدين يا جماعة قالت فكت 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 بفكرة مقلب قوية وعملت لنا أقوى مقلب في التاريخ. خرجت ملابس نور وقصيتها كلها. هاي جايز هاي جايز. تعرف شو المقلب؟ تعرف شو المقلب؟ بجيب أواعي أختها هيك بلوزتين ثلاثة منهم. بعدين تقعد ست دقايق في البيت. ست دقايق هي في الحمام بس بتقص الأواعي. هي تقصت يا بنور. واو واو كثير حلو الفيديو جايز. ليك وش عملت؟ أوبسيز نور سوري. واو كثير حلو. خليني أحضر كمان خمس دقايق منه. جابت هاي البجامة صراحة هي شوي. شو هالبنطلون؟ عليه أنانات؟ والله ما جاء على بالي انه قصة كثير كيوت. بدي اشوف نور تاخذ فيها صورة لهي البجامة. واضح انها متفقة مع نور. يعني انا لو بدي استفز شخص فلان وامزع اواعي نحكي حختار اكثر اواعي جديدة وحلوة امزع له اياهم عشان استفزه. بس انه
شايفين انت فاهمين طلعوا فيزون مكحت مكحت يا جماعه لونه مرايح على الاقل مغسول 6000 مره وعليه انا الناس بخزي يا جماعه اشي ما بنلبس هذا يا جماعه اقسم بالله ما بستخدم شريطه هذا ما بستخدم شريطه اذا بدك تسوي مقلب لهي الدرجه سهل اعملي صح جايز والله كتير ثقيله هي والله ما له ام داعي الفيديو هذا والله على اساس فيديوهاتي لها داعي والله لا انا ولا هي لنا داعي ابلط ما لناش داعي ما بعرف مين قالك تشتري هاي البلوزه لانه الصراحه يا جماعه مش طبيعي ام سوري بناين مش مشكلتي معها ما مشكلة فيديو فيديو بيض ما عارفه حتى تمثل انها مصدومه لا لا مزعتي لي اكثر اوعي بتخزي عندي يا الله اه البلوزه هاي نور ستارز بس عك بنت فستان كتير حلو باللون الاخضر بألف دولار بناين مشان الله حط الكاميرا في منخارك فستان كتير حلو باللون الاخضر بألف دولار اخيرا يا جماعة بفرجيكم الفيديو الذهبي الفيديو اللي حصل تقريبا 3 مليون مشاهدة في اسبوع فيديو اكتسح اللي هو هذا الفيديو يلا نحضر فيديو اليوم حيكون الشغلة كتير شريرة لانه بتعرفوني انا كتير شريرة يا ويش الشر عندك بناين ستارز انت كثير شريره لازم يحطوها في باتمان والله يخلوها واحده من اشرار باتمان هيك تو فيس والجوكر بعدين بناين ستارز على طول يا جماعه كميه الشر مش طبيعي طلعوا عليها وهي الفتره انا كثير حابه المقالب وكثير حابه انتقم شوفوا قاعده فيش حدا فجاه بصير بحب المقالب احنا كبشر بنحب مثلا فجاه بنحب الايس كريم انا اليوم مثلا حاب اكل برجر اليوم حاب العب كره سله فاهمين الاشياء اللي ممكن نستهويها احنا كبشر بس فيش حدا بيكون نايم بيصحى اليوم نفسي اعمل مقالب نو انت مو نفسك تعمل مقالب انت نفسك مشاهدات انت بدك مشاهدات لو انت بدك مقالب ليش ما تسوي مقالب بدون ما تصوريهم ها بس هيك من باب التسلاي صح ها رح اعمل المقلب معي طبعا بتعرفوا محمد محمد ما بوي محمد محمد وين كنت محمد طبعا بتعرفوا محمد كلنا بنعرف محمد ببور بس شنو هو المقلب محمد Will you marry me Noor فاللي صار يا جماعه هاي الشخص اللي كثير شرير شريره كثير شو طلع عليه ومحمد مباي محمد فاجتمعوا بدهم يعملوا مقلب في نور ستارز واو شو الفكره مبتكره مقلب في نور ستار واو هاي وليد شو هاي لابس دشداشه متعبايه دشداشه سكواد مباي يا يس لك نور يعني نقدم الفيديو الفيديو كثير حلو صراحة اوكي هيو نو فا من باب المقلب هذا الشاب اللي هو بيعرف نور ستارز من زمان على اساس بيعمل فيها مقلب يعني برضه يعني اقسم بالله حياتي ما شفت حدا لهي الدرجه ما بتعب على مقالبه كنت دائما اشوف المقالب تبعون اليوتيوبرز احكي شو هالقرف ليش هيك بيعملوا اشياء بس هسه بطلع عليهم بحكي انه اوكي صحيح كرنج بس يا اخي تعبوا عشان يعملوا هالمحتوى الكرنج يعني فاهم اما هون تحس اي شيء مقلب الدوناتس في نور ستارز يلا مقلب المي بنور ستارز فشي ما في افورت what does that mean you guys are doing a مقلب لا مو مقلب you guys are doing a مقلب ولا no yes ولا no doing a مقلب انجليزي لغة حلوة عربي لغة نايس you guys doing مقلب محمد رفضتي ليش ما رفضتك حباب شوية سخيف شوية بشع يمكن لا تحكيش عنه بشع تحكيش عنه تمزحيش محمد حلو كتير والله طلعوا عليه مان والله محمد خرافي رفض احمد المهم شوفوا اللحظه اللي نور ستارز عرفت انه مقلب شوفوا كميه الصدمه مقلب انت الخسرانه مو خسرانه بنات مو هي الخسرانه لا والله هي الخسرانه برو محمد في ألف بنت تتمنى خسرانه شوف بس يا جماعة خلص الفيديو الفيديوهات شفتهم كلهم نزلوا في نفس الأسبوع فيديوهات ملايين المشاهدات الأفكار كثير سطحية يعني فاهمين قولوا انتوا شو رأيكم في الموضوع رأيكم إذا عجبكم لا تنسوا تعملوا لايك وإذا تبون تابعنا على انستغرام تابعني على انستغرام إنه حنزل صورتي بالدجاجة هناك بسرعة لحقوني بسرعة استعجلوا صورتي الدجاجة يلا أوكي أشوفكم باي
نسيت اطفي الكاميرا.